الإمام محمد بن سعود قبل في عندما تولى الحكم أيضا في الدرعية، وهناك الصراعات الداخلية في الدرعية وغيرها من المناطق، إلى أن تستطاع الحقيقة في عام 1139 توحيد هذه المنطقتين المشهورة في الدرعية، المليبيد في الجهة الجنوبية وغصيبة في الجهة الشمالية، وبينهما حي الطريف المشهور. استطاع توحيد هذه البلد، استطاعت أيضا جزء من هذه الصلة المجتمعية ومحاولة ترتيب الأوضاع الأمنية في هذه المنطقة تأخذ أيضا بالازدهار. وهناك صراعات أخرى في هذه المناطق بين الدرعية كانت فترة من الفترات والرياض منفوحة، وقام أيضا الإمام محمد بن سعود في صراع داخلي أيضا لمدينة الرياض بإرسال جيش خاص مثلا في الدرعية إلى الرياض فيما بين 1146 وقيل 1151، قبل أيضا بدء انتشار العملية الكبرى التي بدأها الإمام محمد بن سعود في مكاتبة كثير من الأماكن والمناطق في خلال تلك الفترة. وأيضا وجد هناك قابلية لوجود بعض العلماء أيضا الذين يفيدون إلى الدرعية، منهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من العلماء، فبالتالي بدأ أيضا الحديث ومحاولة إحياء أيضا الحياة العلمية هناك. استطاعت الدولة السعودية في مد نفوذها وصراعها أيضا في هذه المناطق، وكان المؤرخون ولا سيما ابن غنام أشهر مؤرخ الذي كتب تاريخ المملكة العربية السعودية أو تاريخ المنطقة النجدية أو تاريخ بالأحوط تاريخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فالتفت إلى أمور وأسقط أمور جانبية. التفت إلى الأمور في تصوير المنطقة النجدية وأيضا المناطق بأنها تعيش في جهل وشركيات وغيرها من الأحاديث التي ساقها ابن غنام لتبيين جهود أخرى. فالجميع يذكر من المؤرخين وغيرهم وما وقفنا عليه من الوثائق والأوراق القديمة أن الحياة العلمية موجودة هنا، الازدهار العلمي موجود وإن كان لم يكن بصورة كبيرة، وتطبيق الناس أحكام الشرعية وأيضا الشرائع موجودة في هذه المنطقة، لكن يبقى المحور الأكبر والأهم هو في ضم هذه البلاد وتكون تحت سلطة واحدة.